أحسن الله إليكم. المرسل عين لام من القصيم له سؤالان، يقول في أولهما: إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف، فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. إذا كان هناك سبب قائم يخشى معه من عدم إكمال النسك، فإنه يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي، أي حله من الإحرام حيث حبستني، ويتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما اشترط على ربه سبحانه وتعالى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أخبرته أنها تريد الحج وأنها شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. شيخ، هذا قد يوسع في كثير من الحجاج. هذا في الذي عنده عذر قائم، مرض أو خوف، أما الذي ما عنده عذر وإنما يتوقع أنه يحصل شيء وهو الآن ما عنده عذر، عند وقت الإحرام ما في عذر. نعم. هذا لا يشترط، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يشترطون، وإنما اشترط من عنده عذر قائم وقت الإحرام. نعم. ينقص يا من أجل أن يشترطه في ساعة؟ ما يصح منه الاشتراط في هذه الحالة، لأن هذا لم يرد به دليل ولا وليس له سبب. نعم.